بادر المجلس الشعبي البلدي لقلعة سيدي سعد بالأغواط إلى إنجاز وحدة لتصفية الكلى في إطار المخطط البلدي للتنمية من ميزانية البلدية، وتمت تهيئة البناية وفق شروط مصالح الصحة. تم إنجاز هذا الهيكل في إطار المخطط البلدي للتنمية بغلاف مالي يقدر بمليار وثلاثمائة وخمسين. خصصنا له كبلدية مساهمة تقدر بستة ملايين دينار جزائري من أجل اقتناء مولد كهربائي والقيام وآلة التسخين. المشروع يعد مكسبا حيث خفف عناء التنقل عن مرضى الكلى بالبلدية، وسمح بتقليص وقت العلاج ومعاناة المريض على ما كانت عليه فيما سبق. كنت ندير في يافلو منا ونروح ندير في يافلو الدياليز وخطرات الزلج نتقبنوا، ودوك رانا هنا الحمد لله. دياليزي عادي في وقته كل شيء الله يبارك، وما هنا كما نقولوا راها في بلادنا هنا نحو لنا هذاك العناء نتاع التنقل في يافلو، فهم ترونسبور لهي. طب عندنا كل خير عاد الحمد لله. الحمد لله مليح الحمد لله، فرام لا مليح متعلين فينا. تتوفر وحدة تصفية الدم على 5 أجهزة تسمح لسبعة عشر مريضا من العلاج على مدار يومين. عندنا 5 جنراتور، 4 بور السيرفيس وواحد بور ليرجونس. نتاع ليرجونس رانا نستعملوا فيه درك حاليا باسكو عندنا مريض زايد في البرونشمون، نستعملوه بثلاثة. عندنا مالاد زايد ما نديروش ان تروازيام برونشمون، نخدموا بتاع لي زيرجونس. وعندنا نورمالمون مديرية الصحة راه وعدتنا بتروا جينيراتور جدد. المبادرة استحسنها مرضى القصور الكلوي على مستوى دائرة الجلتة في انتظار تجسيد مشاريع أخرى.